السلام عليكم، أتمنى تكونوا بتمام الصحة والعافية. أوبو A31 توفر بشكل رسمي في الأسواق والمحلات الجزائرية بسعر ثابت من شركة أوبو هنا في الجزائر، وبضمان 12 شهر إذا أردت التعرف على المواصفات الكاملة والسعر الذي جاء به. تابع الفيديو للأخير، لكن قبل البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديدنا بدون إطالة. أنا أصيل، وبسم الله نبدأ حلقتنا. بالنسبة للتصميم، جاء كأغلب الهواتف في الفئة الاقتصادية مع نوتش في الأعلى يحتوي على الكاميرا الأمامية ومستشعر بصمة في الخلف. جاء الهاتف بتصميم كامل من البلاستيك مع وزن 180 جرام وسماكة 8.3 ملم. في الأسفل نجد مدخل USB من نوع المايكرو USB وسماعة خارجية ومدخل سماعة الأذن التقليدي 3.5 ملم. ننتقل إلى الشاشة، جاءت بمقاس 6.5 إنش وبأبعاد عرض 20 إلى 9 بدقة HD Plus بكثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل إنش من نوع IPS LCD، وجاءت بمعدل 83% من مساحة الواجهة الكاملة. من حيث الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد بي مع واجهة تشغيل من أوبو كولر OS 6.1، المعالج من ميديا تيك الهيليو P35 80 نواة بتردد يصل حتى 2.3 جيجاهرتز، ومرفق مع معالج رسومي الباور VRGE 8320. ننتقل إلى الرام والتخزين، جاء الـ A31 برام 4 جيجابايت مع نسختين من ذاكرة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت، مع دعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية تصل حتى 256 جيجابايت. من حيث نظام الكاميرات، جاء من الخلف بثلاث عدسات، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8، العدسة الثانية ماكرو للتصوير القريب بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.4، والعدسة الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.4 للعمق، مع تزويد الفلاش ليد وتقنية HDR والبانوراما. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.0 مع التصوير بجودة HDR. البطارية جاءت بسعة جيدة 4230 ملي أمبير، ولا تدعم تقنية الشحن السريع. يتوفر الهاتف بخيارين في الألوان الأسود والأبيض. بالنسبة للسعر، جاء الأوبو A31 لنسخة 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت كذاكرة تخزين داخلية بسعر 34900 دينار جزائري. الهاتف متوفر في جميع المحلات وتعاقد مع أوبو جزائر مع ضمان 12 شهر. وهي أمامكم أسعار أوبو A31 لمختلف الدول العربية. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات الحصرية والجديدة، وكذلك متابعتي على مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة على استفساراتكم والظاهرة أمامكم في الشاشة. كان معكم أصيل من الجزائر، دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.